اصلا بيعرفوا بعض من كل الدول العربيه، بيجتمعوا بيكونوا عائله. اللي ما بتقدر عليه السياسه دائما الفن هو اللي بيقدر عليه. انا كثير سعيده وفخوره بتكريمكم لإلي، بشكركم جدا. ميرسي غزوه، ميرسي كل الشباب يلي هن من اسره هيثم اسماعيل صديقي النجم اللي كثير شغال بالفيسبوك بشكل جميل. ميرسي على شهادة التقدير، هيدي شهادة بحطها بقلبي. محبة وتقديري لغزوة لكل الأسرة. مين بعد يا هيثم تقدر غزوة؟ لولو الهاجري حياتي، بموت فيكي. ميرسي على كل شيء، بحبكم كثير. ما تلاقي انت.